لكن هناك كلام كتير في الغربال. بطل أبطال العالم عظيم يا أهلي. نشوف هذا التقرير الصوتي وتستمتعوا برأي المهندس عادل القيعي عن أفضل المواسم الكروية. كانت ليلة مؤمن وتتويج أبطال الأهلي بدرع الدوري للمرة 42 حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية، حيث باء عنوان الصفحة الأولى من صحيفة المساء: الأهلي الفرحان بالدرع التاريخي كسبان. وعبر صفحات الرياضة قالت: الأهلي الجبار ما يعرفش الهزار، وأبرزت فوزه على الطلائع بثلاثية وتحطيم كل الأرقام القياسية. وتحت عنوان الأهلي ليلة رائعة، أفردت الأهرام المسائي مساحة كبيرة لفوز المارد الأحمر على الطلائع بثلاثية سليمان وجيرالدو وكهربا والاحتفال بالدرع على أرض السلام، كما أشادت بدفع موسيماني بالوجوه الشابة وحسم اللقاء في شوط واحد. وقالت الأخبار: ليلة تتويج الأهلي، وأشارت إلى الختام الرائع لبطولة الدوري بثلاثية في الطلائع وظهور مؤمن زكريا الذي أسعد الجميع. وتحت عنوان ختامها مسك، أبرزت الأخبار المسائي تتويج الأهلي بدرع الدوري بعد الفوز بثلاثية على طلائع الجيش، وتحدثت عن موسم الأرقام القياسية. تتويج الأهلي بدرع مؤمن زكريا كان محل اهتمام الكثير من المواقع الإلكترونية، حيث قال موقع في الجول: في ليلة البطل مؤمن ووداع فتحي، الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدور 42. بينما ركز موقع يلا كورة على مؤمن زكريا ووصفه بأنه بطل ليلة التتويج، وأشار إلى أن النادي الأهلي تفوق على نفسه وحقق أرقاما غير مسبوقة في الدوري، مؤكدا أنه صنع التاريخ مجددا بفوزه على الطلائع. وبينما ركز موقع مصراوي على ثلاثة أرقام قياسية حققها الأهلي في ليلة التتويج بالدوري: تتويج الأهلي بدرع الدوري 42، أبرزه أيضا الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تويتر، راصدا الأرقام القياسية والمميزة التي حققها المارد الأحمر، كما قدم التهنئة لجماهير النادي الأهلي باللقب. طبعا واضح التقرير والتركيز على جمال الليلة ودوري مؤمن استمتعت بالماتش؟ أنا استمتعت بالماتش واتفرجت عليه من أول المرة دي. خلاص المرة دي اتفرجت، حبيت أشوف إيه الليلة هتمشي إزاي. ولذلك كان أول ما شفت لقطة فيها فركشة وهيصة كده استغربت قوي، إيه المناسبة؟ ضايقتني يعني، حسيت إن إيه نقطة حبر وقعت في طاج اللبن ولا الليجوان حلوة قوي قوي، ما شاء الله فيها مهارة حلوة قوي قوي قوي. اللي عايز اشيد بيه يا جماعة، خلي بالكم من ايمن اشرف، ده ثالث جون في الفترة الاخرانية، لونج باس من ايمن اشرف متقن يسفر عن هدف. قالوا ديانج بقى وجيرالدو محيرني جدا، اتنين يظهروا لك فاعلية هايلة جدا ويعملوا لك حاجات ساذجة جدا، يعني اخطاء ساذجة وفاعلية عبقرية. يعني الجون اللي جابه ديانج مع جيرالدو وعمل كذا لعبه حلوه وعمل كم اسيست حلوه جدا، لكن هو ما بينفرد برضه يحيرك، ما تعرفش تقيمه جيدا. جيرالدو عنده مشكله توازن، لازم بينزل يقع حد يشوفه ليه بيقع على الارض، لما وقعش على الارض كتير الراجل ده هيبقى في حته تانية خالص. لكن كهربا انا في رايي، انت بتقصد باجي الفرود؟ باجي الفرود. شوف محمد فخري والاسيست ده، يعني هقول لك الظواهر اللي عجبتني في الماتش ده. عربي بدر فخري شادي، عربي بدر ما شاء الله. عربي بدر ورغم انه مش متوظف في حته كان بادي تايه شويه، لكن مع تقدم الماتش ابتدى يسترد صلابته ويسترد نفسه وميزاته،
راجل حاسب في إشارة فقطع الكورة وابتدى يباصي صح. مش مطلوب منه انه يؤدي مهام هذا المركز بامتياز لانه مش بتاعه، لكن مطلوب منه انه يؤديه بكفاءه وجديه. عمل كده. لكن فخري، محمد فخري، محمد فخري هو لاعب جين من غزل محله من سنتين، ناشئ، ولما جبناه احنا جبناه لانه كان لعب في رستيم، يعني سواء كان جاي عنده 17 سنه وبقى له سنتين بيلعب فوق، وهو دلوقتي يعني 99 20 21 سنة. اللعيب ممتاز جدا جدا جدا، هادي جدا، راكز على كورته، يعرف امتى يهدي، امتى يرجع على الكورة، امتى يباصي لقدام. الاسيست، عمل اسيست مع اعتقد كان كهربا الجون الثاني ده. شوف، هو عربي بدر وفاخري وشادي رضوان اللي شارك من العناصر طبعا. شادي ما لحقش اول، لو انه جاله كورتين لو هو هدي على الكوره شويه كان قدر يجيب جول. لكن هو ثقته في سرعته وفي مهارته حب يعمل يخرج المقرر كله في الربع ساعه دي، فهو عنده احسن من كده. مطلع يجي 6-7 ناشئين اعتقد، يعني موسما اللي عايز يلاقي فرصه جالك الراجل اللي بيدي الفرص. جالك الراجل اللي بيدي الفرص يا وكمان استاذ. عايز اقول ان كهربا ده احسن ماتش له مع النادي. صحيح.